الديمقراطية، وجرى لسيادته استقبال رسمي كان السيد الرئيس القائد صدام حسين على رأس مستقبليه. وهنأ السيد الرئيس الضيف بسلامة الوصول. وصافح السيد محمد سياد بري رئيس جمهورية الصومال الديمقراطية هيئة الاستقبال، وهم السادة أعضاء مجلس قيادة الثورة طه ياسين رمضان النائب الأول لرئيس الوزراء، وطه محي الدين معروف نائب رئيس الجمهورية، وطارق عزيز نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية. وبينما كانت المدفعية تطلق 21 إطلاقة تحية للرئيس الضيف، اعتلى السيد الرئيس القائد صدام حسين وضيفه السيد محمد سياد بري رئيس جمهورية الصومال الديمقراطية منصة التحية. ساعدني ما دي دعيه أنا عشان
قيادة قوات عدموني الحرس حاضر تجسدي. وبعد عزل السلامين الوطنيين العراقي والصومالي، فتش السيد الرئيس القائد صدام حسين وضيفه السيد محمد سياد بري رئيس جمهورية الصومال الديمقراطية حرس الشرف الذي يمثل مختلف صنوف قواتنا المسلحة. قدم طفلان من أطفال بغداد باقتي زهور إلى السيد الرئيس القائد صدام حسين وضيف السيد محمد سياد بري رئيس جمهورية الصومال الديمقراطية. بعدها صافح الرئيس الضيف السادة أعضاء مجلس قيادة الثورة والسادة الوزراء والسيد أوميد مدحت مبارك وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف وسفير وأركان السفارة الجمهورية الصومال الديمقراطية في بغداد والسفير العراقي في مقديشو.